السلام عليكم. مهدي ربحي، ماجستير في الفيزياء والكيمياء. المشروع يتمثل في صنع قوالب الإسمنتية وصنع المرات الأرضي. المشروع هذا مش موجود في الجهة، تفتقر لي جهة سيدي بوزيد، جهة الكسرين وجهة قفصة. بالنسبة للمشروع هذا إن شاء الله يتم في المنطقة الصناعية الأسودة. تكلفة المشروع ما يقارب 1,260,000 دينار. الطاقة التشغيلية بتاعه 65 عامل. بالنسبة لأرفاق المشروع ينفتح إن شاء الله على أسواق، عنا 20% معناتها ينفتح على الأسواق، خاصة أسواق ليبيا والمساهمة في معناتها بناء ليبيا. بالنسبة للمشروع يتمثل في شكل إنوفاسيون معناتها مش موجود، خاصة مقارنة بالمعامل المنافسين نتاعنا. خصوص الإنوفاسيون تكون في شكل الماكينات هذوما، يعملوا دي ديزاين على البرودوي اللي نصنعوا فيه، معناتها حتى المواطن العادي ينجم يشتريه البافي هذا يحطه حتى في الجاردان. البلديات، المقاولين، مواد البناء خاصة الإنفستية، وينجم معناتها المواطن كله يعجبه حتى في داره، ينجم معناتها